اليوم الخميس 27/8 من مجزر البساتين تم تحميل 4 سيارات متوجهة إلى المديريات الآتية: مديرية أوقاف الجيزة حمولة 4 طن، مديرية أوقاف القليوبية حمولة 4 طن، مديرية أوقاف المنوفية حمولة 3 طن، مديرية أوقاف كفر الشيخ حمولة 3 طن، ومع كل سيارة مفتش عام من التفتيش العام بالوزارة لتسليم الكمية إلى وكيل الوزارة بالمديرية لتسليمها إلى الأسر الأولى بالرعاية. والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل، وكل عام وأنتم بخير. الرحمن الرحيم. اليوم الخميس الموافق 27/8/2020 تم تحميل عدد 3 طن من لحوم سكوك الأضاحي متوجه بهم إلى مديرية أوقاف المنوفية. والله الموفق. الرحمن الرحيم. قامت السيارة اليوم بتحميل 3 طن لحوم أضاحي متوجهة إلى محافظة كفر الشيخ. أنا السواق سعد الصبحي متوجه إلى مديرية القليوبية لتوزيع سكوك الأضاحي من مجزر البساتين. بسم الله الرحمن الرحيم. كريم محمد عطا، سائق بالشركة المصرية للحوم والدواجن تبع الشركة القابضة، محمل 4 طن لحوم سكوك الأضاحي الخاصة بوزارة الأوقاف، متجه إلى مديرية أوقاف الجيزة.